إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر. السلام عليكم حبيباتي، كي راكم؟ ان شاء الله هتكونوا بخير وانتم تفرجوا في الفيديو. مرحبا بكم في قناتكم كوك إيلين ديزير. لا فارس تاعنا نبدو بها. عندنا مرسو تاع صدر ولا نص صدر على حسب، بلا ما ننسو زوج مغارف تاع الزيت كبار. فوالا نزيدو بو ياورت ناتور. نزيدو البصلة تاعنا، نزيدو لي زيبيس تاعنا اللي هي السكنجبير. بالنسبة لي زيبيس كل وحدة والكو تاعها، كاين اللي ما تبغيش الكو تاع فلفلة حمراء ولا كركم ولا، هذا يكون اختياركم. ديرو شوية تاع الكركم والكاري تاع الدجاج. الكركم عجل لا كولور تاني في فايده، ما فلفل كحل والفلفله حمراء، ما نكثروش منها. فوالا نخلطوا هذه المكونات. الطوماط تاعنا تاع الحبه نخلوها في الاخير حتى نبداو نطيبوا فيه ولا نقلوا فيه، ثم اللي نزيدوها. هذه اختياريه تاني، مي نخلو لاصوص تاعنا تنشف من الافضل. هنا ندخلوا هذا الخليط تاعنا تاع الدجاج، يترقد لنا بيان ويطلق لنا البنه تاعه في الثلاجه مده ساعه على الاقل، ومن بعد نرجع لهم. بالنسبه للعجينه حبيباتي، شعلنا عندنا هنايا كاس حليب 250 مللتر، عندنا هنايا نص كاس الا ربع، مشي نص كامل، قل شغل قل صباع. هنا نص كاس تاع الزيت، هنا مغرفه تاع السكر، مغرفه تاع لا ليفير شيمي، عفوا خميره الخبز اللي ميلونجيتهم. فوالا، وعندنا الحبيبه تاع البيض. نخلطوا هذا المزيج. هي بعد ما تبلنا واحد الساعة تاع الدجاج تاعنا، درنا مقلاة ما درناش فيها الزيت، باسكو رانا دايرين ديجا الزيت في لافارس. خلوهم يتقلاونا بيان. هنا بعد ما شفنا كاع الماء هذاك تاع الدجاج تاعنا تاع البصلة كيما راكو تشوفو، نزيدو السنينه تاع الثوم وشويه تاع المعدنوس. انا توجو نبغي نستعمل المعدنوس، يزيد لنا في البنه. ونزيدو معاه هذيك لا طوماط اللي قطعتها دي كاري، هذه اختياريه. نزيدو رشه تاع الملح في الاخير. نحطو الحشو تاعنا في الوسط، ديروا الفرماج تاعنا. تبغوا ديروا فرماج تاع الساندويتش ولا فرماج رابي كيما تبغوا. فوالا، ونحاولوا ان ما نوصلوش حتى للحافه كيما هكا، ونديروا ضفيره باش الديكور تاعنا يجينا شباب، افضل من ان نستعملوا الفوخشيت. فوالا كيما كتشوفوا
بهذه الطريقة ونغرقوا عليها من فوق. كما كنت تشوفوا شوفوا الشكل تاعها يجينا شباب بزاف. نزيدوا حبه واحده اخرى، نديروا الفرن باش ما يلصقناش. نديرو الحشو تاعنا، درنا لي مورسو تاع الفخوماج تاعنا ونغلقو عليها كيما قلت لكم بهذه الطريقة. فوالا نجبدو من تحت ونحكمو هاك شغل ضفيرة. شوفو ها شوفوا جات ما شاء الله. انا نكمل هذه الكميه ونتلاقاو من بعد. وصلنا لنهايه الفيديو خواتاتي، كما راكم تشوفوا طيبناها من تحت ومن بعد شعيناها من الفوق ولحمينا الفوق افون، باسكو قبل ما تدخلوا السنيوه تاعكم ولا لو بلا تاعكم تكون الفور تاعكم حاميه وسخونه بيان من بعد باش تدخلوها. انا ما شعلتهاش كاع من الفوق، دات لي هاد لا كولور غير من السخانه تاع لو فور تاعنا. كيما راكم تشوفوا خواتاتي جاتنا شابه بزاف. شوفوا بونش ما شاء الله، ما من تحت طابت لنا غايه. شوفوا شوفوا معايا، نفتح لكم حبيبه. شوفوا جات ما شاء الله، شوفوا جات سوفلي فارغه من الداخل. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه حبيباتي. ولا عجبتكم الوصفه ما عليكم غير تابونيو في لاشين تاعي وديروا جيم وتبارطاجوا للاصدقاء تاعكم. سلام.